لا تيأس، فما زال هناك متسع من الوقت. إياك أن تفرط في ذلك الحلم الذي عقدت العزم على تحقيقه. سيتحقق الحلم إذا امتلكت العزيمة والإصرار. لن يتمكن كاسبر أو سواه من تحطيم حلمك إذا تسلحت بالقوة والعزم. لكل منا أحلامه وطموحاته الخاصة. إياك أن يتحول حلمك إلى سراب يا ناتيو. اركض نحوه، دع ذلك الحلم يتحول إلى حقيقة. أنا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. كتير فيكم سألوني كتير عالم، ميرا لوين رايحة؟ وين رحتي؟ شو القصة؟ شو صاير؟ كمان سألتكم على الانستغرام وقلت لكم فروغز شو رأيكم بحكي لكم عن قصة سفري أو لا، والكل يعني أكيد جاوب إيه. وإنتوا يا بيبي إذا بعدكم مو متابعيني على الانستغرام لايك، شو ناطرين؟ بدكم دعوة خاصة روحوا تابعوني على الانستغرام. عم حاول هناك انه هيك بتوصل معكم بشكل يومي، بدردش معكم، بشارك معكم حياتي عشان خفف شوي من الغربة. رحتي من كم يوم وعم تقولي غربة؟ ايه، لانه كل شيء مختلف هون بالنسبة لإلي، ولا شيء يشبهني. الاغلبية قالوا رحت لتركيا، وفي ناس قالوا رحتي للجزائر، وما بعرف ليش طرق في بالكم اني انا رحت للجزائر، بالرغم انه حتى في الانستغرام شاركت معكم يعني الفلايت تبعي، وكان واضح وضوح الشمس انا لوين رحت. سو انا ماني بتركيا ولا حتى بالجزائر. انطلقت من يوم 8 اكتوبر من مطار قرطاج تونس الى مطار اتاتورك باسطنبول، ومن بعدها لمطار زوريخ. طيب ليش رحت لزوريخ وكيف رحت لزوريخ؟ انا رحت هناك بمنحة دراسية. هل اعطتني هاي المنحة الدراسية تونس او جبتها من برا؟ اكيد يعني وبدون منازع جبت هاي المنحة من برا. هاي المنحة الدراسية اعطت لي اياها الجامعة هون عشان انا اكمل دراستي، وانا اللي بحثت وانا اللي دورت وانا اللي سويت كل شيء لحالي من حالي، اوراق الفيزا، الدعوة اللي اجتني من الجامعة، كل شيء لحالي وبدون مساعدة اهلي ولا مليم ولا فلس. كيف وشلون؟ لانه انا كنت عم بشتغل على هذا الشيء من مدار السنوات، لانه انا اشتغلت كتير شغلات وكنت بستغل دايما فصل الصيف اني انا بحوش او بكسب مصاري. اشتغلت في كول سنتر، اشتغلت في شركة خاصة، كل شيء كان هيك في مكتب. وانك تشتغل في مكتب كنت احاول اني انا اشتغل شغل زي هيك، لانه ابدا اهلي ما رح يرضوا انه انا بشتغل اي شيء، واصلا بيعرفوا رح يكونوا ضده، لانه هذا كله داخل في العادات والتقاليد، كيف بنت تشتغل خارج تخصصها ما بعرف ايش، وما بدي افوت في هذا الموضوع. فكرة الطيارة، الفيزا، كل شيء من عندي انا، وانا كثير فخورة في هذا الشيء برغم انه انا ما كان عندي دخل يعني مستقر او بشتغل يعني في شغل مستقر، بالعكس يعني كنت طالبة، بفتخر انه هذا الشيء سويته انا من حالي وما اعتمدت على حدا في هذا الشيء. وهي بالنسبة للدراسة، لكن هل بتعرفوا السبب الحقيقي وراء سفري؟ لا انتوا ولا اصلا عائلتي بتعرف، وانا رح افضح حالي في هذا الفيديو. ايه نسيت لكم، انا طلعت عشان اكمل تخصصي في الطب، بس انا بصراحة ماني رايحة مشان هذا السبب كسبب رئيسي، لانه انا كرهت شيء اسمه الدراسة وبدي اعيش حياتي زي كل العالم. بصراحة فتت على الداخل لانه جايز ريح ما رح تقدروا تسمعوا. يا شايفين انا وين ساكنة؟ ساكنة قريبة من ستيشن تبع الترين. هلو بيبي، باي باي. Do I look beautiful or really ميرا منورة؟ ميرا انت كتير حلوة، ليش هيك حلوة؟ ليش حلويتي؟ شو هالجمال؟ معلش فروغز انا اسفة جبتكم في هذا المطرح الكتير يعني منو هيك واو، لانه بصراحة بدي ضوء الشمس عشان هيك اطلع حلوة وشغلات يعني زي هيك. سو السبب الحقيقي اللي جيت انا مشانه هو المكتوب في هاي الورقة اللي ما في حدا بيعرفه غيري انا وبس. كتبته بنت العمر 13 سنة وحطته في حديقة البيت في صندوق هيك كتكوت صغنن زي انا هم، ودفنته هناك على اساس انه رح ارجع بالزمان وبشوف هل انا حققت هذا الحلم او لا. بس هاي البنت ما كانت تعرف الله شو مخبيلها، وما كانت تعرف انها هي رح تفوت بحرب كاملة تكافح بأبسط حقوق لإلها في الحياة. فبعد مرور 5 سنوات امي بتقولي في صندوق شو هاد، فانا نطيت بركض واخذت الورقة منها، لانه ما حبيت حدا يقراها، ما حبيت يعرف حدا شو هداك السر. بس هداك السر او الحلم كان بيني وبين نفسي، لانه كان بيخرعني هذا الحلم، كان بيخليني اصلا ما بؤمن فيه لانه الواقع غير.
بس قدر الله انه بيحطني في وضعية غير. هاي الوضعية بتخليني ارجع بأحلم بنفس الحلم، لا وكمان بؤمن فيه، وهذا الشيء هو اللي خلاني اسافر، لانه كنت بعرف انه حلمي منه موجود ببلدي، حلمي بمطرح غير، بمكان غير، ما بعرف كيف وشلون وكيف رح اوصل له، بس اني مستعدة اخوض التجربة بكامل مغامراتها. بدي اعيش حياتي، بدي اسافر، بدي اطير، بدي اجن، بدي امثل، بدي اخيم، بدي احب وبتحب زي ما كل الناس، وبتحدى كل مخاوفي زي ما كسرت حاجز العادات والتقاليد، زي ما كافحت مشان حريتي. اول ما اجيت لهون فكرت حالي البطلة الشجاعة التي ستدمر العالم، انا تحديت مجتمع كامل، انا كسرت كل شيء، انا كافحت ودرست واجتهدت وسويت وصار فيي وبكيت واكتئبت وطلعت منها وصارت معي كتير شغلات. فكرت انه ليك ايش وهي جايه لبلد ما بعرف احكي لغته، ما بعرف عنه ولا شيء، شغله عاديه يعني، انا ليك شو هذا البلد بيمزح معي، لك انا اقوى. بس الواقع غير. هاللويا. اكتشفت ان الحياه هون اصعب بكتير، شفت الفقر، شفت الهوملس زي ما شفت ناس عايشه في اللكشري، وكمان ضعت بهي المدينه وما عرفت كيف ارجع للبيت، وما بعرف احكي اللغه، وموبايلي ساقط من الشحن، صارت فيها فيلم كامل. بس مع ذلك انا هيني هون وبصور فيديو كل شيء تمام. وللحظه ما فكرت انه خلص ارجعي لبلدك، شو عم بتسوي، شو عم بتخبصي، ليش اصلا سويتي هاي الخطوه، الحياه هون صعبه، كيف رح تتعلمي لغه جديده، وكيف رح تندمجي بهذا المجتمع، ومن وين اصلا راح تصرفي وكل هذا الحكي. بس شوي شوي تسهلت، لقينا شغل، اجرنا شقه، فوتنا الانترنت للشقه برغم انه هي شغله تافهه بس بقلكم، واخذت عهد على حالي انه انا بتعلم هاي اللغه وبتميز فيها كمان عشان اقدر اعيش فيها بالنهايه. كونوا دايما متفائلين وايجابيين، ما بتعرفوا امتى الله بيرزقكم، ما بتعرفوا امتى بتغير حياتكم، احلامكم اللي حلمتوا فيها من سنوات ممكن تتحقق هيك في ثانيه. ابدا لا تقاروا حالكم بالناس اللي ممكن تكون اصغر منكم وانجح منكم، او بالناس اللي اكبر منكم وانجح منكم، وانفست ثم انفست ان يور سيلفز جايز. اكبر استثمار ممكن نسويه في حياتك هو استثمارك في حالك، انك تشتغل على حالك، تطور من نفسك في كل شيء. حتى لو كنت منك حاسس بقيمة هذا الشيء، هلا بيجي يوم هداك الشيء اللي تعلمته بيوقف جنبك. هذا فصل جديد من حياته، انتوا راح تكونوا جزء من هاي الرحلة. تخصصي في الطب امي راح جيب لك اياه، وحلمك راح احقق لك اياه، بس انا اسفة، اسفة لانه انا قررت اكون انانية شوي، اني بعيش لو مرة بحياتي مشاني انا. اسفة اخواني لانه انا ما بدي اعيش حياة عادية، واسفة بابا لانه انا ما بدي اكون مجرد موظفة حكومية عادية بتشتغل في مستشفى هي اصلا بتكرهه. مرة ثانية اسفة ماما، صحيح مهنة الطب مهنة نبيلة، بس انا ما انخلقت لهذا الشيء، وما انخلقت اني اعيش حياتي في المستشفى وبين الادوية، الكاميرا وشنطة على ظهري واني بروح اكتشف الوان العالم، هذا هو حلمي. حلمي اني اطير لابعد افق في السماء، واكون اكثر نجمة تسطع ما بين النجوم، لاني انخلقت اني اكون نجمة. شغفي وحلمي وطموحي وروحي البرية وحريتي، حريتي اللي حاربت 5 سنوات مشانها، والحلم اللي خسرت مشانه 5 سنوات لبرجع بؤمن فيه مرة تانية، انه انا بستاهل وحياتي بتستاهل وروحي بتستاهل وكل شيء ما يغلى عليها. وتتخيلوا من بعد ما مسكت رح اتخلى عنها؟ لا، اذا كان حلمك ما بيخرعك فهذا منه حلم. من هون البداية ومن هون يبلش المشوار. ارمونيا بيبي.